تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن قبل ما نبتدي معاكم فقرات برنامجنا، خلونا نرحب بطاقم البرنامج معنا في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق ميرا الخفري. صبحت الله بالخير، هاي ابتسامة جميلة الواحد يصبح عليها. مب والزعتر ممكن تقعد على كرسيك ما تتحرك أثناء الإخراج. صبحت الله بالخير، أنت وين إجازة اليوم؟ أنا وين إجازة؟ أنا هذا موجودة اليوم. أمس كان عندي وعكة صحية والله. سبحان الله، ما مرضتي إلا يوم أنا داومت. الحمد لله، بعد لو كنت ما مو موجود لا حتى دكتورة وتمرض إيش قايلة؟ كيف؟ تخيلي ما كنت موجود، يا سؤال على اللايف أبى أعرف الدكاترة يمرضون ومن يعالجهم. قلت هي والله دكتور صكت بعين. يمرض. صباح السعادة والتفاؤل على الجميع، برنامج متميز بوجود المبدعين أمثالكم. شكرا لك يا علي. دكتورة أرقام التواصل معنا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام لين قام يطفي الشرج. لا ما بيطفي ان شاء الله. ان شاء الله. انزين خبريني. هلا، شو تبغين تقولي؟ ما قلتي لنا الثلاثاء اليوم. الثلاثاء الجميل، انت ما اعطيتني فرصه تمت تقرا. اليوم الثلاثاء الجميل، انا احب يوم الثلاثاء لان يوم هادي بعيد عن زحمه الاحد وعن ربشه الخميس. شي حتى تلاقي الشغل يكون فيه اقل، الناس هاديه، مو مشغوله وايد، شي الدنيا رواق. صح يوم الثلاثاء. وائل مو بعيب لنا الكلام. لا وائل يؤيد اي شيء انا اقوله، انا عارف من نظرة عينه أفهمه. أنت ما شفت البادي ناقوج يوم أنت تتكلمين؟ هي يلا، ما يعني الواحد ما يبغي يفتن ولا يسوي، لكن سبحان الله. عموما توصلت دراسة حديثة إلى أن السيطرة على مستويات ضغط الدم يمكن أن تقلل من خطر الخرف عند الأشخاص من ذوي البشرة السوداء. وبحسب الباحثين فإن الأشخاص من ذوي البشرة السوداء يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم والخرف. اشتملت الدراسة على 1200 مواطن أمريكي من ذوي البشرة السوداء، ممن يبلغون من العمر 65 سنة وأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم دون أن يكون أي منهم مصاب بالخرف. وتناول المشاركون أدوية مختلفة لعلاج ضغط الدم، وجرت متابعتهم لفترة تصل إلى 24 سنة. يقول معد الدراسة مايكل موراي الباحث بمعهد ريجينست ريف بمدينة شو المدينة؟ انديانا بولس، والأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة بوردو. لقد وجدنا بأن ضبط مستوى ضغط الدم عند الأمريكيين السود يساعد على درء خطر الخرف لاحقا. هاي الدراسة نشروا نتائجها في عدد أبريل من مجلة الطب الباطني. دكتورة الحين أول شيء، يعني أنا دراسة 24 سنة هي شفت ومتخصصة بهذا الشكل وعلى ذوي البشرة السوداء. نعم. زين طيب، البشرة البيضاء ما ممكن يمكن شو اسمه الدم يؤدي للخرف؟ هذا سؤال مهم محمود. هو ليش قال البشرة السوداء؟ احنا في شيء اسمه العرق، الاثنيسيتي اسمها. يعني البشرة السوداء عروقهم الأصلية تكون من أفريقيا، البشرة البيضاء تكون عروقهم الأصلية أو أصولهم من أوروبا. اللي يجون من أفريقيا وآسيا عندهم الصفراء من آسيا.
نحن نشوف احنا صفراء. اوكي احنا هو احنا صفراء بس نحن وصلاويه الحمد لله. احنا وصلاويه بس تعرف في دراسات حتى تفصل بيننا وبين شرق اسيا لان ملامحهم مختلفه وحتى بشرتهم شوي مختلفه فيقولون بشره المديترين او الشرق الاوسطيه شوي بعد مختلفه. أوكي. بس بشكل عام البشره السوداء والبشره الاسيويه لهم عروقهم من اسيا وافريقيا لنا فرصه الاصابه بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول اعلى من ذوي البشره البيضاء. السبب هو في جيناتنا في الجينات مالتنا. مثلا احنا مينا مثلا مريض من دول من شبه القارة الهندية تعرف انه بالعادة بيكون عنده كوليسترول مرتفع وعنده ضغط عنده قابلية الإصابة بارتفاع ضغط الدم اكثر من غيرهم من شعوب آسيا. هذا هم في جيناتهم موجودة جيناتهم ولا طبيعتها كلهم جيناتهم ويعزز طبعا طبيعة الأكل طبعا ولكن هم جيناتهم عندها قابلية للإصابة هالأمراض. فلما سووا على الناس دول البشرة السوداء أو البشرة الغامقة الفكرة أنه لأن هم عندهم خطر الإصابة بالخرف أكثر وارتفاع ضغط الدم أكثر لما ربطوا بعض اكتشفوا أنه واحد يؤدي إلى الثاني. ارتفاع ضغط الدم يؤدي لزيادة الإصابة بالخرف. ليش؟ ارتفاع ضغط الدم يؤثر على عمل الأوعية الدموية في الدماغ بالتالي يؤثر على خلايا الدماغ عملها وبالتالي يزيد نسبة الإصابة بالخرف. وترى في فكرة خاطئة إن كل كبير في السن لازم يصاب بالخرف. هذه معلومة خاطئة. مو كل كبير في السن يصاب بالخرف. ممكن واحد يوصل لعمره لين 90 و100 سنة وبصحة جيدة وعقله بخير وما في مشكلة. إنزين الحين السؤال كيف نأخر ما بقول نمنع نأخر الإصابة بالخرف. في وايد دراسات طلعت عن الناس اللي أصيبوا بالخرف اكتشفوا إنهم بعد ما تقاعدوا طبعا الخرف بالعادة تلاقي متى للناس بعد ما يتقاعدون بعد ما يبدون يرتاحون في البيت على قولتهم من ارتاح من الشغل وشي يستوي عمليات الدماغ تستوي أبطأ فيستوي عندهم خطر الإصابة بالخرف أكثر. عشان شي في وايد دراسات تحفز كبار السن بعد ما يتقاعدون إنهم يقومون بعمليات حسابية بسيطة يعني تعرف التفكير التحليلي عمليات حسابية بسيطة حل الكلمات المتقاطعة في الجريدة عشان يساعد يخلي الدماغ عندهم نشيط بالتالي يخفف خطر الإصابة بالخرف. أنت البارحة مريضة متأكدة؟ الحمد لله ما شاء الله ليش؟ طيب ناخذ أسماء الجناحي معنا عبر الهاتف. أسماء بتعطينا بس لمحة سريعة عما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لحسابات هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور أخوي محمود دكتور ندى شخباركم شخبار وصباح الخير لكل المستمعين. صباحك ورد. مشغولة عنا من يومين ما طلعتي هي وايد ما شاء الله عندنا ضغط شغل في التواصل الاجتماعي بين الفعاليات وبين الأشياء اللي تصير لكن خلينا نقول لكم الأشياء الجميلة بدأت تطلع في قنوات التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة في الفترة اللي أنا ما كنت أكلمكم فيها. بدينا نحن من تقريبا من أسبوعين في سؤال أسبوعي ينزل كل أحد اسمه صحة دبي تسأل. أسبوع الطاف كان التفاعل وايد جميل بموضوع موضوع النوم والنصايح للناس ما كانت تعرفها إن كم عدد الساعات اللي الواحد لازم يرقد فيها بحطوها في الهاشتاج على حسب العمر. هاي بعد المعلومات اللي تنزل نحن نحط السؤال يوم الأحد ونحط أجوبة تفصيلية عنها خلال على مدار الأسبوع. في جائزة للي جاوب صح؟ لا نحن نجاوب. ها احنا يعني هم يعني مثلا هذا زين حق وائل زعتر. وائل يقول لك نتف الشعر الأبيض في اللحية هذا زين في مفهوم شو يطلع ثلاث شعرات بيض صح اسمه؟ هالكلام مو صحيح معلومة خاطئة. زين وهني ياسين يفندون الموضوع. أوكي عرفتي بس إن هذا شايع. نعم صح. السؤال هذا الأسبوع ما تتابعين حسابات الهيئة لو تتابعين حسابات الهيئة بتعرفين شو قاعد يصير إن شاء الله. والله أتابع ما شاء الله بس وايد أشياء تنزل في الحساب بس ما علي بشارك معاكم إن شاء الله في تفنيد المعلومات الخاطئة. شكرا لك. تفضلي يا اسمي سامحين على المقاطعة. غير هذا الحين بدينا نشارك في أيضا حملة أسبوع الوطني للوقاية من التنمر مع الناس ذهب وراح يتم نشر معلومات كيف ممكن أولياء الأمور ينتبهون لعيالهم في حال وجود تنمر. ونحب ننوه أن التنمر للطفل أو الطالب مو بشرط يكون في المدرسة لكن أيضا بما أن نحن أولياء الأمور يعطون لعيالهم موبايلات في سن صغيرة نبغى نأكد عليهم أن يمكن يتعرضون للتنمر عبر قنوات التواصل الاجتماعي. صحيح. ونتمنى أنهم يركزون مثلا في حال الطفل صار يتنمر على أخوانه مثلا في البيت صار محبط يحب ينطوي فبعض الأشياء المفروض هم يكونوا مثلا أصدقاء لطفلهم. صحيح. إنه ما يروح عن شخص ثاني إنه يفتحون مجال الحوار اللطيف في جو المحبة. بالضبط. فغالبا اللي هاي يشوفون الأم وايد تصارخ الأب وايد تصارخ ما يلجؤوا لهم في هالحالات لكن نحن نتمنى أنهم يكونوا أصدقاء لعيالهم. هاي نصيحة نحن نقدمها
بالتزامن مع هذا الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر. ممتاز شكراً نعم أسمع. ونحب نذكر أن باكر بيكون معنا إدارة دبي الأخطاب اللي حاب يسأل يشتكي يتواصل راح يكون لقاء مباشر مع برنامج قيادات في خدمتكم. شكراً لك ياسمين. إذا ما تبغى رسالة صباحية نبغي هي بس هذا واقف على رأسنا. هذا أهم شيء. لتكون قائد متميز عليك أن تعمل دائما على تطوير مهاراتك وأن تتابع تطورات بشكل مستمر وأن تواكب ذلك التطور ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك اسم الجناحي كانت معنا عبر الهاتف مسؤول التواصل الاجتماعي. شفتي لا تتنمرين قال لي أطفال مدارس يعني شكرا يعني أنا شكلي أعمار مدارس شكرا والله. انزين نطلع فاصل نحن مرة ثانية حطوا لنا نمر وائل ما نبغي من الآخر يعني عشان متنمر يعني على الهواء. احنا رح نطلع ان شاء الله فاصل بعد الفاصل نكمل باقي فقرات برنامجكم صحة وسعادة. فاصل راجعين. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي نتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 ومو موجودين على نور دبي على الانستغرام حاليا. ما نرجع إن شاء الله بس عندنا مشكلة تقنية فيها ولكن إن شاء الله نتمنى أن تتعالج خلال الأيام الجاية. اختتمت هيئة الصحة بدبي فعاليات مؤتمر التمريض الخامس لأمراض الدم والأورام والرعاية التلطيفية التمريضية بمشاركة أكثر من 200 ممرض وممرضة من مختلف المؤسسات الصحية بدبي. نحن نتكلم عن هذا المؤتمر معانا عبر الهاتف الأستاذ بدران الخطيب مشرف التمريض في وحدة أورام أمراض الدم والأورام بمستشفى دبي ورئيس المؤتمر. صباحك الله بالخير أستاذ بدران. صباح الخير. أهلين أستاذ بدران. تعطينا أول شيء نبذة عن أهمية مثل هالمؤتمر العاملين في مهنة التمريض وكم عدد الناس اللي شاركوا فيه؟ بداية أشكركم على الاستضافة الكريمة للتحدث عن هذا المؤتمر. نحن في إدارة التمريض بمستشفى دبي وبتعاون مع إدارة التعليم الطبي في الهيئة قمنا بتنظيم هذا المؤتمر للسنة الخامسة على التوالي حيث تم استعراض أفضل الممارسات العالمية للرعاية التمريضية بمرض السرطان من خلال عرض 12 محاضرة مستندة بذلك إلى أحدث الدراسات. تقريبا كان عدد المشاركين 200 شخص أو يزيد عن ذلك من مختلف القطاعات الصحية داخل هيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص في إمارة دبي. جميل. طبعا المشاركين كانوا عندنا مشاركين من المملكة العربية السعودية وكان عندنا مشاركين من إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى داخل الدولة. ممتاز. أبرز المحاور اللي ناقشتوها أستاذ بدران؟ إحنا في هذا المؤتمر كان عندنا محورين رئيسيين. المحور الأول كان بيهتم بالمريض وذوي المريض حيث قام المحاضرون بعرض أفضل الممارسات المهنية للرعاية بمرض السرطان أثناء الحمل، رعاية بمرضى زراعة نخاع العظم، أهمية التواصل والتدريب على أفضل طرق التواصل مع المرضى وذويهم، وأهمية حماية العاملين من التعرض للأثار الجانبية للعلاج الكيماوي. نعم. المحور الثاني كان يتكلم عن القائمين الممرضين اللي بيتعاملوا مع مرضى السرطان، بيتعاملوا مع العلاج الكيماوي لأنه طبعاً في أثار جانبية ممكن يتعرضوا لها الموظفين من التعامل مع العلاج الكيماوي. لذلك قمنا باستعراض أحدث السبل لحماية الموظفين من التعرض لهذه الأثار الجانبية وتجهيزهم نفسياً للتعامل مع هذه النوعية من المرضى. هذول المحورين الرئيسيين اللي كنا نتكلم فيهم في المؤتمر. ممتاز أستاذ بدران. المؤتمر أيضا استعرض نظام جديد يتم تطبيقه بمستشفى دبي لخدمة مرضى السرطان. نتحدث عن هالخدمة وشو أهميتها؟
حقيقة هذا النظام لأول مرة بيكون موجود في إمارة دبي، نظام يشبه لحد ما نظام تصنيف مرضى الطوارئ ولكنه بشكل متقدم أكثر وخاص بمرضى السرطان. نعم. حيث يتم فيه متابعة المريض ما بعد العلاج، حيث أنه يتم تثقيف المريض على الأثار الجانبية المتوقعة للعلاج. عادة الأثار الجانبية للعلاج الكيماوي بتبدأ من يوم إلى 3 أيام. نعم. نحن نعطي يتم في هذا البرنامج أو نظام إعطاء المريض أرقام التواصل مع الكادر التمريضي المتخصص من خلال الاتصال الهاتفي. حسب الأعراض أو الأثار الجانبية يتم إعطاء المريض أو ذويه النصائح اللازمة، إلا إذا كانت هناك أعراض خطيرة فإنه يتم نصح المريض بالقدوم إلى المستشفى مباشرة إلى قسم الأورام دون المرور على الطوارئ الرئيسي. هذا النظام يستند على قائمة محددة مسبقا من الأثار الجانبية وما هو الإجراء المناسب لكل أثر جانب. ممتاز. طيب أستاذ بدران، أنا اللي يعني التعامل مع مرضى السرطان محتاج يعني نوع من التدريب في التواصل مع هؤلاء المرضى، خاصة الدعم النفسي يعني يشكل جانب كبير من المساهمة في علاج المريض. فخلنا نتكلم عن المهارات اللي أنتم تقومون فيها بتدريب الممرضين. أنا ما أتكلم عن الدكاترة، الدكاترة مفروض هم مؤهلين 100%، لكن الممرضين هم أكثر احتكاكا مع المريض من الطبيب. فأبغي أعرف شو هي المهارات اللي أنتوا تدربون فيها الممرضين. نعم، مثل ما تفضلت وكما يعلم المستمعين الكرام بأن الكادر التمريضي هو الكادر الوحيد المتواجد بجانب المريض 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. من هذا المنطلق برزت أهمية التدريب على أفضل طرق التواصل مع المرضى وذويهم، وخصوصا في أقسام الأورام وأمراض الدم. نحن في مستشفى دبي وبالتعاون مع الأخصائية النفسية، عندنا أخصائية نفسية بالمستشفى، قمنا بتنظيم برنامج تدريب للممرضين في هذه الأقسام عن كيفية التعامل مع المرضى ومع أفراد أسرهم، خصوصا إذا كان المريض مريض سرطان. فطريقة التعامل نوعا ما بتختلف عن أي مريض تاني بيكون موجود بالمستشفى. صحيح. شكرا لك أستاذ بدران الخطيب، مشرف التمريض في وحدة أمراض الدم والأورام بمستشفى دبي ورئيس المؤتمر. شكرا لك تواجدك معنا اليوم ونهارك سعيد. عفوا. شكرا. إذن مؤتمر التمريض الخامس لأمراض الدم والأورام والرعاية التطبيقية التمريضية، طبعا شاركوا فيها مثل ما قلنا في بداية اللقاء 200 ممرض وممرضة من مختلف المؤسسات الصحية في إمارة دبي، ومثل ما ذكر أستاذ بدران كانت في مشاركات من إمارة أبوظبي وأيضا من خارج الدولة، من السعودية. من السعودية كنت أبغى أسألك يعني تتأكد أنا مركزة ولا مو مركزة؟ أنا شوفت ما شاء الله رسمتي لوحات فنية جميلة. كل خط عليه دلالة. هذه ترى مؤشر لأمراض نفسية. أها صحيح. التوتر. توتر يمكن. إنزين. أهمية الكادر التمريض الدكتورة يعني أهمية كبيرة، الواحد ما يقدر يتكلم عنها. فعشان تي يعني ما يقلون أهمية عن الكادر. الأطباء بالعكس تعرف هم أهم حتى مرات من الأطباء، لأنهم يعرفون معلومات عن المريض أكثر من الطبيب، والمريض يتواصل معهم أكثر. الراتب مال الطبيب يعني بعد الرأي اللي يعطيه الطبيب هو اللي مال العلاج. لا أوكي. كم فلوس يعني؟ كم فلوس؟ ولكن احنا في النهايه كلنا كادر طبي نعمل مع الطبيب، ما يقدر يشتغل من غير ممرض، والممرض ما يقدر يشتغل من غير الطبيب. طيب بعد الفاصل عندنا موضوع وايد جميل، موضوع ان شاء الله يعني مهم ان نحن نتعرف عنه. بتكون معنا الدكتوره ساره كاظم استشاري طوارئ وسموم وأدوية في مستشفى راشد، قد تكون يمكن هي أول طبيبة في هذا التخصص ويمكن صحيح. الوحيدة في دولة الإمارات. ما نتأكد من هذا الموضوع يوم بتدخل معنا الاستوديو، ولكن عموما فاصل وراجعين، وابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة.
هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طيب نحن قبل فاصل قلنا من الصديف معانا الدكتورة سارة كاظم استشاري طوارئ وسموم وأدوية بمستشفى راشد. صباح الله بالخير. اهلا هلا محمود. اهلا ندى. اول سؤال, انت الوحيده اللي عندك تخصص؟ ايه في الامارات كدكتوره؟ ايه في الخليج؟ في الخليج لا, في غيري في الخليج بس في الامارات التخصص الوحيد. طيب هذا تخصص يعني مخاطر السموم والادويه, طبعا في عندكم انتم باكر او بعده يوم الخميس بيكون في يوم مفتوح للحديث عن هذه المخاطر. نحن للتوعيه. للتوعيه. طيب خلي موضوع التوعية, نحن ندخل في الموضوع على طول. تفضل. زين أنت والدكتورة ندى أي سنة كنتوا في المدرسة يا بعض؟ لا إله إلا الله. خلي يقول بعد عاد الديناصورات بشوي. زين لا لا دكتورة, يعني موضوع السموم موضوع مهم جدا. أنت جايبة بعد سامبل معاك في الاستوديو لبعض الأدوية. أول شيء هالجلاس شو فيه؟ شو تحسون فيه؟ حلويات. حلوة مع دواء؟ عاد تعالوا فرقوها. حطها فرقولي شو الدواء وشو الحلاوة. هذا شكله جامي بير البني. إذن وإذا واثقين من نفسكم الحلاوة تأكلونها؟ لا أعطيها تاكل هي وعانا. ولا عطينا فكينا من وائل عطيه شيء. لا مسكينة يطلع دواء صدق شكله كله أدوية. هاي فيتامينات. إذا في سمع طيب. ممكن ياها اللي تحسبها جامي بير ويأكلها ويخلص العلبة كلها ويكون متسمم منها. إيه هاي الفيتامينات جديدة مسوينا أصلا على شكل الدبدوب. هذه شنو؟ هذه السكاكر اللي هال بعد. زين هذه بعد والله والله عاد يطلع ادويه وشكلها اشكالهم حلوه والله. انزين خبرينا دكتوره. انزين هالتشكيله اللي عندي في بعضهم حبه واحده ممكن واحده بس ممكن الياهل ياخذها ويموت. اشوف اعطيني اياها. الياهل عاد الياهل حق العود كم حبه؟ ايوه يسال عشان هو اذا تعبت الطوارئ ورانا. زين لا من غير طوارئ يود ابلع عندك وال ابلع فكنا يا اخي. تفضل يا دكتور. فدكتوره ساره انت تقولي يعني ان في ادويه فعلا شكلها تشبه الحلويات ممكن توصل لايد الطفل وحب يعني كميه قليله حبه واحده ممكن الطفل يموت منها. اي الياهل شو يبى؟ يبى لون حلو وردي ابيض ازرق اصفر مثلا هذا. والشكل بعد يعني شكل شو؟ مغري. هذا عباره عن مسحوق تنظيف مساحيق الغسيل. أه صابون. اي ما تلقى في كل مكان وهذا شيء حلو بس انا هذا جريب لقيته في واحده من السوبر ماركتات. هذا الوانه وايد باهره حق الياهل. اي مبهره. فعباره عن محلول قلوي مثلا البي اتش ماله فوق العشرة معناته اذا دخل عن طريق الفم يسبب حروق كيميائيه. أوف. حروق شديده اذا بلع الياهل. اي فالياهل شو بيسوي؟ بيروح يعض عليها. اي بالضبط. بيستوي شي دخلت دفعه الماده القلويه فجاه. نعم. تدخل داخل لان تحت ضغط. صح. انزين فيدخلون في حروق وعمليات ودنيا وممكن يتوفون حتى منها. لا حول ولا قوه. يعني هذا لو تفرقها نفس الوان الكاندي. انا صح. كان عبالي هذا قارب. تعرفين قارب مال الياهل يلعبون فيه في الماي. اي فهذا وايد خطر يكون في البيوت. اوكي. غيره. انزين هذا مثلا الفيكس مثل ما قلت. اي هاي اللي يبونه مال برا فيكس مال برا. هذا بس مو هاي موجود كل مكان. الخاشوقه الوحده منها تذبح ياهل مكميه لان فيها كميه السلسلات اللي نسميها الاسبرين. كميه كبيره فيها. اوكي طيب هذه مسائل مهمه جدا دكتوره. نحن نتكلم عن يعني توعيه بالنسبه لي الاهالي بضروره ان يديرون بالهم على الاشياء اللي حواليهم. طبعا في اشياء ثانيه بعد في البيت موجوده. انزين خلينا نتكلم الحين عن يوم الخميس. بتعطينا فكره عامه عن اليوم التوعوي هذا شو اللي بيكون يوم الخميس عندنا؟ طبعا يوم الخميس يتصادف ان على قولتهم الذكرى الثالثه. ثلاث سنوات بالضبط من يوم بدينا الخدمه. اول حاله شفناها كانت 26/4/2015 والحدث راح بيكون 26/4 ان شاء الله 2018. أوكي. فنكون خلصنا ثلاث سنوات. الهدف منه شقين, شق للناس كلهم وشق منه للأطباء. بالنسبة للناس مرحلة توعوية ووقاية ففيها تقريبا ثلاث محاور رئيسية. محور رئيسي واحد منهم أن نبين لهم شو الأشياء السامة اللي تكون في البيت. الواحد على باله السم يروح الصيدلية يروح أي مكان ياخذ يشرب. لا هالأشياء موجودة في البيت عندنا وكيف نتعرف عليها وكيف الوقاية منها. الشيء الثاني بنتطرق للنباتات في الإمارات النباتات اللي تكون سامة. زين
شكل فظيع ما تتخيلون. الأشجار اللي حوالينا في منها تكون شديدة السمية، وهاي من يتأثر فيها اليهال أكثر شيء. صح. الشيء الثالث بتكلم فيه عن يمكن هذا تكلم فيه من قبل، العقارب والثعابين اللي يونا المستشفى من لدغات العقارب والثعابين. ففي بعضهم يبون الثعبان وياهم والعقرب، فاحنا شو سوينا فيهم؟ نحتفظ فيهم مادة حافظة ومخليها عينات تحطونه يعني صغير. فعنا متحف صغير فقاعد يكبر ان شاء الله المتحف. والله زي واحد عضاه عقرب يعني وش له ويبه معي يعني. هذا ما اعرف كيف يصيدونه. انت شو برجك؟ انا الجوزاء. اوكي مو بالعقرب؟ لا لا مو بالعقرب. انزين الشيء الثالث بتكلم عنه تاريخ الخدمة. الخدمة هي بفكرة قمنا نفذناها والحين قاعد نشوف شو سوينا في هالثلاث سنوات. أوكي. وطبعا هالشيء ما كان بيستوي الا بحضور يعني الفريق متكامل. احنا بدينا بثلاث اطباء والحين في الفريق عندنا 12 طبيب ما شاء الله ممتاز يمشون القسم كولات ما كولات يشوفون الحالات. طيب قسم السموم دكتورة سارة، مثل ما قلتي هو قسم يعتبر حديث يعني بدأ بأطباء قليلين وحين ما شاء الله زاد عدد الأطباء. شو أبرز الخدمات اللي قدمها القسم نفسه؟ طبعا أول الخدمات اللي على أساس استوت الخدمة أن نشوف حالات التسمم اللي تي المستشفى. قبل شو كان يستوي؟ لأن ما هالخدمة مو موجودة والتخصص مو موجود، أي حالة تسمم واحد ما أخذ دواء أو شيء بجرعة زائدة يخلونه تحت الملاحظة 24 ساعة إلى 48 ساعة وروحون البيت. وغسيل معدة كان يسوونه بعد. فهالأشياء كلها أصلاً برا خلاص ما حد يستخدمها. نعم صح. فكان لنا دور أن التوعية مثلاً الغسيل تقريباً الحين كان قبل يسوونه على كل مريض، الحين نادر ما نسويها على مريض. شو يسوونه؟ الأشياء الثانية ساعات إنه بس ملاحظة تكون. إنزين قبل كان يسوون لهم غسيل، يعطونهم المشروب الفحم. ايه. نعم. إنزين أغلبهم ما يحتاجون، بس يحتاجون ملاحظة ومنهم بعد نشوفهم ونفس اللحظة نطلعهم خلاص إن هذا ما يحتاج يدخل في المستشفى. فتقريبا في هالثلاث سنوات إذا مشينا على الإحصائيات 30% نسبة المرضى اللي طلعناهم من المستشفى ما اضطروا يدخلوا المستشفى. نعم. يعني هال30% كانوا قبل يدخلون المستشفى. فهذا صحيح. عدد كبير ان المرضى يزيد نسبة الاشغال في المستشفى يعني يشغل اسرة وغيره. قللنا دخول المرضى فقللنا من الزحمة والضغط ورعاية احسن حق المرضى. هذا مال الفحم زين دكتورة يطلع كل السموم. جربته؟ انا جربته مرة هي سائل؟ لا اظني سائل يمكن كان أظني سائل. في صيديات في حبوب السائل ما له طعم يطلع اللي في بطنك كله هو لا هو يرتبط مع الدواء بالضبط يمنع ان الجسم يمتصه. اوكي فاي مفعول الفحم مشكلته انه ما له طعم بس شويه ثقيل فالواحد يمكن ما يستسيغ انه يشربه بس يرجع لا لا ممكن اذا لا يعني عنده لوعه او شيء من هو من الماده نفسها. وقسمكم يستقبل الاطفال والكبار ولا في عمر معين؟ لا احنا الحين قسمنا بس نغطي مستشفى راشد لان القسم جديد وبعدنا ما عندنا الكوادر الكامله يعني كاختصاصيه كاستشاريه. انا موجوده الكادر الطبي اللي معاي هو جزء من تدريب طوارئ فهم اطباء طوارئ يساعدوني لكن ما نقدر نغطي باقي المستشفيات الحين لان ان شاء الله الخدمه تكبر ونحصل ناس اكثر بالتخصص هذا موجودين إن شاء الله. طيب نحن نرجع للحديث الرئيسي دكتورة، نحن بداية الحوار تكلمنا عن المخاطر أو السموم المنتشرة حوالينا وانت جبتي لنا سامبل معاك هني من أدوية ومن شغلات، فأنت ركزتي على مسألة أن هنالك في بيئتنا حوالينا هنالك الكثير من الأشياء التي قد نتسمم منها وركزتي على الأطفال. زين طيب هني اللوم يقع على منو في حالات السم هذه؟ أكيد مو على الطفل المسكين. إحنا ما بنقول إن هاللوم كثر ما هي عدم معرفة. بالضبط. على الأهل. إن لازم يديرون بالهم وين يحطون شو يسوون. ممكن الأهل ما يعرفون إن هالشيء مو بزين. لا حتى أتوقع حتى لو ما يعرفون يعني هو منتج دوائي. تم وصفه أتوقع أن تساهل أكثر شيء مثل ما قلتي مثل في الفيكس مثلا في المراهم الموضعية نحس أن عادي ينحط. أنا في مرهم موجود عندنا مرة ما يعني ما يبالي معناها طبيبة حطيته والمرهم يحرق ولدي راح خذاه وحطه على وجهه وصابته حروق على وجهه معناها أنا طبيبة وأعرف أنه مفروض ما ينحط بس تساهل لنا يعني مرهم الطفل ما بيلعب فيه بس شو يبالي بطله ويلعب فيه ما اعرف يعني دائما احنا فكرتنا الحبوب الطفل ينجذب لها اكثر الحبوب اللي تبينها من الصيدليه بوصفه يعني الحين انت متعطين الياهل ادول مثلا شو تقولي له ان هذا نفس الحلاوه اشربها بالضبط يوم هو صاحي بيروح كان حلاوه بيروح يشربها
بالضبط صح. فمفروض ما نجملها في عينهم يعني هل إن هذا الشيء مو بزين. طيب شو الأشياء الثانية اللي حوالينا دكتورة؟ يعني نحن من خلال خبرتك خلال الفترة الماضية في مستشفى راشد أكثر الحوادث اللي كانت تصيركم وتحسين أنه لازم الناس يعون أن هذه مسألة وايد خطرة أو هم مو بحاطينه في بال مثل سالفة المرهم مع الدكتورة ندى؟ الغاز اللي في فترة الشتاء الناس شو يسوون؟ يحطونه في غرشة ماي صحة. بالضبط بالضبط صح. فالواحد ما ينتبه على بال الماي ويشربه ويحصل الضرر. الناس ما تشم الريحة يعني ريحتها قوية. كيف شو هذا الغاز؟ الغاز محمود السائل البترول السائل برات أو الغاز السائل نستي برات عشان الدفايات وعشان الشوي. اوكي. في فعلا الناس تشربها بس انا استغرب احيانا ان في ريحه قويه ما تبطل بس الناس ما تعرف مو منتبهين. مو منتبه لان غرشه ماي يروح يشربها هو ينتبه فيطلعها بس يكون مرات مسوي الاذى. نعم. زين غيره؟ غيره مثلا مواد التنظيف مثلا الناس ما يعرفون اذا مثلا الكلوركس الموجود عندنا اذا انخلط بال اللي هو مبيض الماده المبيضه الماده المبيضه. نعم. انخلطت بالماده مثلا انتم كرام ينظفون فيها الحمامات او الافران ما هي ماده قلويه والمبيض اذا اختلطوا مع بعض تطلع غاز سام. بالضبط صح. وايد ناس ما يعرفون يخلطون هالمواد في البيت ويتعرضون لها. المبيض مع شو؟ منظفات الحمامات هي اللي تكون فعلا الحريوادي يسويها في الهيدروكسيد يسمونها الحريوادي يسوونها في البيت عشان الحمام يلق فعلا. احنا مره يانا عامل مسوي هالشيء يعني كان في مؤسسه ينظفوا تيو ما كان عارف خلطهم وتعرض لاستنشاق الغاز. الورنيش مثلا يكون في البيت الورنيش بالضبط الماده اللماعه هذه صح. اذا تكلمنا في الشتاء البر وهذا على سالفه اول اكسيد الكربون الشيشه غير انها لها مضار الناس مثلا يوم يستخدمون الشيشه ما داخل البيت يكون ما فيها تهويه بعد يتعرضون لاول اكسيد الكربون ويونا حالات تسمم واغماءات منها والمحاليل اللي مضاده للبكتيريا اللي نستخدمها احنا بيوتنا وايد. في ناس وايد دكتوره ساره ما تعرف ان لازم تتخفف. في ناس تستخدمها مركز تقول لك عشان ريحه البيت تكون حلوه ويستوي معقم. لا ممكن بس تعطيهم ارشاد ان كيف يستخدمون هالمحاليل المضاده للبكتيريا اللي نستخدمها احنا في بيوتنا ولا تتخفف اصلا. طبعا هو يعتمد على نوع المحلول نفسه اللي ويتبعون ارشادات اللي موجوده على العلبه نفسها. بالضبط. بس اهم شيء انه ما يخلونه في متناول او مكان يوصل للطفل. فالمعلومات والمعلومات اللي موجوده وهي يقول لك مثلا كم لازم يخلطون معه ماي عشان يتخفف. واحنا ناس مثلا الكبار يقولون اذا ما حرك ولا هذا يعني معناته ما قاعد يشتغل فلازم يحرق عشان يكون يشتغل الدواء. بالضبط. إيه حتى يعني إحنا للأسف عندنا كان عادات خاطئة يعني أمهاتنا وإحنا إنه يعني لازم يكون ريحة البيت قوية وفيها المحاليل عشان يكون البيت نظيف بس ممكن يدي تسمم فعلا. طيب غير هذا بعد عملية بلع الأشياء البلاستيكية أو غيرها؟ إيه هاي تكون هي مو في إطار التخصص ولكن نشوفها في الطوارئ مثلا الكرات اللي تكبر هاي انتشرت فترة في السوق فاليالي يبلعها شي يسوي يكبر في الأمعاء والهذا وتسبب انسداد. صحيح. البطاريات المدورة مثلا الزرار هي الزرار يدخل البطاريات المدورة شو تسوي لأن التفاعل كيميائي عشان الكهرباء فيقوم يسبب تآكل في المريء. بالضبط. صح. وأضرار كبيرة تكون عليها على الطفل. انزين الحين إذا لا سمح الله ولا قدر إن صار موقف قدامي أو قدام أحد المستمعين إن شاء الله مو قدامي ولا قدام أي أحد من المستمعين مثل موقف المرهم مال دكتورة ندى شو ممكن يتصرفون؟ طبعا إذا ما عندهم خلفية على الموضوع ممكن مثلا يشيلونها بس ما في بعض المواد تتفاعل مع الماء مثلا. صح. أو يشيلونها ينظفونها ويبون المستشفى وعلى أساسه يحددون. بالضبط صح. احنا مثل ما تقول دكتوره ساره دائما ننصح الاهل في البيت لو سمح الله مثلا ولادهم شرب اي من المحاليل. في ناس تقول لا عطوه حليب او عطوه ماي. متى صحه هالكلام؟ لو بلع شيء شرب ماده طبعا الشخص العادي ما يعرفها قلوي هذا حمضي ما يعرف كيف يتفاعل فيقول شربه ماي عشان وانا يعني يستوي نيوترلايزنج يعني فشو صحه أو هالكلام؟ او ان مثلا ساعات يخلون الاهل يستفرغ صح. هذا كله مو بزين لان هالمواد في بعضها تحرق وتتاكل وممكن تسبب مثلا جروح وثقوب في المعده. بالضبط. فالواحد يعطي فوق حليب بيسبب ضرر زيادة. فلازم يجون المستشفى على طول. ممكن نقولهم حليب أو ماي إذا حالات مثلا قاعدين في الجبال ما هم قاعدين يوصلون بس الحمد لله حاليا المستشفيات المراكز متوافرة في كل مكان. دكتورة سارة شو أكثر حالات التسمم تكرارا تشوفونها بما أنكم تشوفون في الكبار يعني إحنا متعودين دائما تسمم في الأطفال بس في الكبار شو أكثر حالات تسمم تمر عليكم؟ مرات منها حالات اللي خربطة في الأدوية
مثلا جتنا مرة حالة المريض خلص دواء الضغط ماله وكان عنده دواء ضغط زوجته مثلا قام استخدمه بدل الدواء. دواء ضغط زوجته كان أقوى. مشاركة في كل شيء حتى في الدواء. لا مفتي. فكان أقوى من الدواء اللي ياخذه وسبب له تفاعل والضغط نزل ودخل آي سي يو وتم دخل عناية. هذا بيقول زوجتي أكيد كانت ناوية عليه ما بيفرط حصن لي. الشيء الثاني من المواد الحارقة اللي شاربينها مرة اللي هو الهيدروفلوريك أسيد مثلا هذا نفس الشيء واحد احترق ودخل الانعاش وهاي المادة نفسها تنزل الكالسيوم في الجسم واختلال ضربات القلب و صحيح يعني الحمد لله يعني المريض طلع منها. حالات أول أكسيد الكربون هاي طبعا اللي من احتراق لما نشوي وهالأشياء الاستنشاق صحيح إنزين. وساعات الأدوية مثلا الأهل ما يديرون بالهم إن الدواء مفروض مثلا عادوا تكلمنا البنادول العادي من 4 لـ 6 ساعات يكون الياهل عنده ألم أو الشخص عنده ألم صداع يقوم ياخذها كل ساعتين فيحصل عندهم تسمم من الدواء اللي ماخذينه. جميل دكتورة أهم النصائح اللي تبغين توجهينها للمستمعين. طبعا أهم شيء قبل كل شيء الوقاية لأن إذا اتبعنا الوقاية إحنا ما بنشوفهم في الطوارئ وما نضطر أن نعالجهم. ساعات العلاجات تطول يعني عندنا مريض مثلا قاعد في المستشفى 3 أشهر بسبب الحالات حالات تسمم جرعة زايدة من دواء ماخذنا. فالحمد لله طلع المريض بسلامة بس طول في المستشفى. صحيح. فالقاعدة في المستشفى لها مضاعفات. طب أهم شيء الوقاية قلنا. فيحفظون أماكن المواد الكيميائية في البيت ما يخلونها قدام الطفل. إذا عندهم أدوية يسكون عليها ويتجنبون أن يعرضون للطفل أن مثلا هذا كلى أو هذا حلاوة. هذا المواد التنظيف مثلا تكون ألوان زاهية وهي يفضلها بعد تكون بعيدة عن عينهم. طيب نرجع ليوم الخميس دكتورة نذكر بس بالموعد وشو اللي بتسوون إن شاء الله يوم الخميس من خلال الحملة الخاصة بهذا اليوم التوعوي عن مخاطر السموم والأدوية. طبعا هاليوم مثل ما قلنا فيها جزئين. المكان والزمان. المكان في مستشفى راشد مدخل قسم الطوارئ من الساعة 9 لـ 12. أوكي. موجود من 9 لـ 12. طبعا بيكون عندنا فعاليات ومسابقات. شو الفعاليات عشان بس الناس في مسابقات الهدف منها صح للتسلية وبعد توعوية تكون وفعاليات ثانية مثل ما قلنا معرض النباتات السامة المواد السامة في البيت تحطون الثعابين هذين اللي كانت يعني موجودين. تحبين الثعابين؟ لا والله أخاف منهم. أي شيء يسحب ما أحبه. يبي لنا كم ثعبان دكتورة هني. انت وشي ديسبلاي في الاستوديو نطلعهم كده. بس حياكم عنا بعد. لا من مرة ان شاء الله لان موضوع جميل وموضوع مهم. شيء تبغين دكتورة محور نحن نسينا نتحدث عنه او شيء تبغين تضيفينه قبل لا نختم معاك؟ طبعا اهم شيء الوقاية مثل ما قلنا ويعرفون ان في هاي حالة تعرض للسموم ان يجون المستشفى على طول. ما يحاولون يسوون اي شيء لان ما يعرفون الخطورة اللي فيها بس يجونهم المستشفى عنا. بالضبط. طيب واحيانا ما يطلع فيهم شيء دكتورة عادي يعني الحمد لله. أهم شيء واحد ما يطلع فيه شيء لأن طبعا هاي مواد كيميائية تتفاعل مع أجسام طريقة معينة فما نبي واحد يصيبه حروق في المريء ويقعد فترة ما يقدر يأكل ما يقدر يشرب. فدائما نقول لا ما نكون مفتين في مجال خصوصا السموم السميات يعني حتى إحنا كأطباء عائلة ما نحب نفتي فيه وايد يعني لأن يكون الناس متخصصين مثل دكتورة سارة هي استشارية وعندها تخصص في هالمجال لازم تروح للمتخصص إنه يفيدك في مجال السموم لأن تفاعلاتها ممكن المادة نفسها ما ضرتنا أنت بالعتة ولكن تفاعلها مع الإجراء اللي أنت بتسويه هني يصيرك الضرر. طيب أنت وديتي ولدك المستشفى على طول؟ لا 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 أنا روحي عالج الموضوع في البيت بالكريم. بالكريم شو حطيتي؟ إيه تعالي صدي يحطون على هذا أحيانا طماط ولا يحطون على شو؟ على الحرق؟ إيه. لا معجون أسنان بعد معجون أسنان لتفريش الأسنان وليس للحروق. صح كلامك. إذا حد بلع معجون الأسنان عادي دكتورة؟ ممكن يسبب أضرار يعتمد الكمية اللي ماخذينها. من شيء حق اليوم نقول حطوا كمية صغيرة. مواد تنظيف محمود تعرف المعجون الأسنان عشان تعرفون ايش كثر هو قوي استخدموه على ليت السيارة راح يلقلق والله ليت السيارة فرشوه بفرشات أسنان معجون شوف قالي أنا أبغى أعرف أنت دكتورة ولا جاية من الصناعية عندي خبرة في كل شيء عشان تعرفون ايش كثر هو قوي عشان تي منقول لا تبلعون المعجون لا تخلون حق اليهال وايد معجون. أنت تعرفين هاي المعلومة؟ سامع عنها بس ما كنت متأكد. أنا طبقنا. وين دارسة دكتورة أنت؟ في البحرين ها؟ طبها اتعافى لوين درس عشان تي هناك كل شيء كنا نسوي فرق شفتي.
مشكورة دكتورة سارة كاظم استشاري طوارئ وسموم وأدوية بمستشفى راشد. نذكركم أن يوم الخميس إن شاء الله من الساعة كم؟ من الساعة 9 إلى 12 من 9 إلى 12 في مدخل الطوارئ مدخل مستشفى راشد الطوارئ. هناك الكثير من الفعاليات اللي بتكون إن شاء الله كيوم مفتوح للتوعية بمخاطر السموم والأدوية. مسألة خطيرة جدا مستمعين الكرام، انتبهوا على عيالكم، انتبهوا على أعماركم. الواحد دائما يقول الوقاية خير من العلاج، خير من العلاج، وهذا شعار ما نقوله بس تي بشكل عام، لا هذا نعنيه بالضبط. شيشة وما شيشة وسموم وهذه الأشياء كلها ترى جيجارة ما نبعها هي. تأثر. انزين عموما نطلع نصل إلى ختام برنامجنا وإن شاء الله باكر بتكون عندنا. باكر أنت إجازة ولا إجازة مرضية؟ لا لا ولا شيء، مداومة يعني؟ مداومة أكيد إن شاء الله. ما بتيني الساعة 9 تقولي لي أنا إجازة مرضية؟ أوكي، شكرا لك ميرا الغفلي، ما قصرتي، مشكورة. شكرا دكتورة ندى الملة، شكرا لي أنا محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم إن شاء الله ماشي. شكرا لك واهل لأن دعوستنا اليوم في البرنامج. نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع كثيرة بنطرحها إن شاء الله. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.